مصر التي في خيالنا وخواطرنا، كل يراها من زاويته وكل يحبها بطريقته. تختلف الدوافع والتوجهات من شخص لآخر ومن مؤسسة لأخرى. الدوافع هي التي توجه رؤيتنا ومهمتنا، وحينما تكون تلك الدوافع حقيقية صادقة هادفة، فمن المؤكد أنها سوف تصل بنا إلى نتائج مرضية للجميع. هنا يأتي دور الجهة أو الوسيط الذي سوف يعمل جاهداً على تفعيل تلك الدوافع والتحرك بها إلى حيز المشاركة، وذلك بالتعاون مع كل من ينتمي ويحرص على المصلحة العامة. فكرة إنشاء جمعية من أجل مصر بهدف خلق جيل جديد من الشباب قادر على تحمل المسؤولية وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي عبر سلسلة من الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للتوعية بالقضايا القومية والإقليمية والمحلية. نحن نبني حاليا مصر الديمقراطية ومصر الحديثة التي تحتاج إلى سواعد كل أبنائها من كافة الفئات ومن كافة المهن وأينما كان المصريين. أتمنى لهذا الحفل الكريم وتدشين هذه الجمعية الغالية من أجل مصر مستقبل موفق وعمل جيد من أجل هذا الوطن الغالي. الأهداف العامة للجمعية: تكريس الانتماء وتعميق الشعور الوطني وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، إعداد الأبحاث والدراسات المتعلقة بالممارسة البرلمانية، تفعيل المشاركة الشبابية وتعظيم دور المرأة في الحياة العامة، خلق جيل من القيادات الواعية بمفاهيم الخدمة العامة، تنظيم عدد من المشروعات والفعاليات التطوعية في إطار النظام العام، تنفيذ عدد من الأنشطة المتباينة في التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية. سوف نعمل، نشارك، سنبني ونصلح، سنقوم من أجل مصر. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، بحبها وهي ملك الأرض شرق وغرب، وبحبها وهي مرمية جريحة حرب، بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء، بكرهها والعن أبوها بعشق زي ده، واسيبها واطفش في ضرب وتبقى هي في ضرب، تلتفت تلاقيني جنبها في الكرب، والنبض ينفض عروقي بألف نغمة وضرب على اسم مصر.